السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ينال اعجابكم ان شاء الله ويفيدكم، ونتمنى ما تخلوش عليا بتعليقاتكم وتابوناو عندي، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش يوصلكم ان شاء الله ديما الجديد. كما كتشوف معايا ان شاء الله غنخدموا غلاساج ميروار شوكولا بطريقه سهله ومبسطه وناجحه 100% وبروفيسيونيل، وعندها عده استعمالات. يعني ممكن نغلاسيو بها لي زونترومي كما كتشوفوا معايا، الكاطو انديفيديال معايا لسه الكاطو ديالي بمرباج بلو، كيجي بهاد الشبكه ديال الطريقه، كيجي يعني رائع في المنظر. ونبداو على بركه الله. عندنا كيلو ديال الناباج، 100 غرام ديال الجليكوز، 100 غرام ديال الماء، و 100 غرام ديال السنيده، 200 غرام ديال بودر كاكاو، و 11 ورقه جيلاتين. نبداو ان شاء الله بالناباج ديالنا هو الاول، نديروه في كاسرونه ان شاء الله. ما هضرتش على الجيلاتين، الجيلاتين ان شاء الله نكون ديجا عندنا 11 ورقه، وكنا ديجا درناها في الماء بعد ما طلقت، يعني نصفيوها ونحطوها قبلتنا ان شاء الله باش نخدمو بها. جليكوز 100 غرام جليكوز، عندي ان شاء الله ندير الماء 100 غرام ديال الماء، سنيدة 100 غرام كيف قلنا، ان شاء الله يعني لاغوسيط ان شاء الله، يعني هذه ديال الكيلو ان شاء الله لاغوسيط، يعني لاغوسيط صغيره ان شاء الله غادي نديرها في صندوق الوصف. بعد ان شاء الله نمشيو للبوطه نديرو خاطرنا فوق البوطه. انا من بعد الخليط ديالنا ما بدا كيغلى كيف كتشوفوا معايا، نضيفو بودر كاكاو، نضيفو يعني بشويه بشويه التحريك، نحركو يعني نحركو تحريك مستمر كما كتشوفوا معايا، كون نحركو يعني تاي بودر كاكاو يعني تجانس مع السيرو. بالنسبة للطريقة راه يعني درت السيرو ديالي من بعد ما كيغلي راكم شتو معايا، ودرت البودر كاكاو ديالي، وبعد التخليط المستمر كما كتشوفو معايا بدا كيعقد بحال هكا، بعد ما كيعقد كنقص البوطة و نبدا نحرك كما كتشوفو معايا. يعني وجد الكلاصاج ديالي هو وجد. نمشيو ان شاء الله للجيلاتين، هنا نضيفو الجيلاتين ديالنا اللي بقات لينا، والكلاصاج ديالنا ان شاء الله يوجد. نمكسيو نبداو نمكسيو، يعني الا ما كانش عندنا متوفر عندنا الميكسور يمكن نخدمو بالفوي، هو من احسن احسن يعني الميكسور. الميكسور تيحيد لي غان، هادوك لي غان تيحيدهم بالمره. بعد ما الجيلاتين دابت في اللاصاج، يعني هو يعني جاهز، انه كما كتشوفوا معايا جاهز، يعني المغيز كتبان فيه، يعني كيولي بان مرايا بغيون. ان شاء الله بعد ما وجدنا الكلاصاج، يعني كنتم كتشوفوا المغيز كتبان، يعني ولا مرايا ان شاء الله. هو وجدنا الكلاصاج ديالنا، غنضيفو ان شاء الله في باسين، ان شاء الله غادي نخليوه يتروبوزا تقريبا 12 ساعة ولي جاهز لي انا نكلاصيو به، يعني ضروري خصو انه يتروبوزا. من بعد ان شاء الله ندوبو ناخذو يعني الكمية اللي نخدمو بها، وان شاء الله نكلاصيو بها. بالنسبة للمرباج ان شاء الله كيف قلت لكم، المرباج غادي نحطو في صندوق الوصف، يعني الغوصيط ديالو سهلة جدا جدا كما كتشوفو. مرة اخرى الكلاصاج ديالنا كما كتشوفو معايا، انا بدينا بالكلاصاج، الكلاصاج ديالنا من بعد ما تروبوزا 12 ساعة دوبنا ونطمبيرنا لدرجة 32 درجة، وحنا كنخدمو به بالطريقة هادي. وكيف قلت لكم ان شاء الله يعني المرباج ان شاء الله نحطو في صندوق الوصف، يعني الغوصيط ديالو سهلة جدا. وبالصحة والراحة، ونتمنى ان شاء الله كيف قلت لكم تابوناو، وما تبخلوش هنا بارطاجيو لي كومونتير، بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء، وان شاء الله كلشي تعمل فائدة للجميع. والكاطو ديالنا من بعد ما فنيناه ووجدناه تيجي بهذا الشكل هذا، بهذا البريو هذا اللي عندي فيديال، هانتوما كما كتشوفوا تعليق لكم. يلا نخليكم، السلام عليكم، معادنا الفيديو الجاي ان شاء الله، نتمنى الفيديو يكون يعجبكم، الله يعاونكم.